مدام شيرين محب حكيم والدة الطفلة جانو. مدام شيرين اهلا وسهلا بحضرتك. بداية طمنينا على حالة جانو، الحالة بدأت ازاي وتعاملتوا معاها ازاي وصولا للاستجابة الرئاسية؟ حالة ابتدت في نص 12 في آلام، هي في ثانوية عامة والمفروض ان هي ابتدت تتعب ظهرها، فانا توقعت ان هو من المذاكرة او حاجة زي كده. المهم ان هي لما التعب بتاعها زاد جدا دخلت تعمل اكس راي اشعة عادية جدا على الفقرات، برضو الألم كان مستمر، عملنا الرنين ومن هنا عرفنا ان في كتلة على الحبل الشوكي، كان بداية الكلام او بداية الصفير بتاعها. عملنا بالزرقاء، عملنا طايفي، وعرفنا ان هو من الفقرة الثانية للفقرة السابعة عنقية، واكتشفنا ان هو داخل الحبل الشوكي مش على الحبل الشوكي، واحنا في كوبري القبة. كوبري القبة قابلت اللي هو حسام حامد، أسامة حامد، ومنها قال لي في خبير جاي لانها عمليه خطيره خالص، نشوف الخبير ده، وقال لي اطرق كل الابواب اللي اقابلها يعني. لانها حاله مش متداوله ولانها حاله نادره مش كتيره يعني، وهي في نفس الوقت المنطقه بتاعتها خطره جدا. المهم رحت مستشفى الجلاء، والمفروض ان انا كنت اقابل دكتور لواء عزة بتاع الخالق، كان بيعمل عمليات، قابلت بداله العقيد وليد المنشاوي، وبصراحه هو اتكلم معايا بصراحه جدا انه لحد دلوقتي لما قلت له ان هي مثلا بتاكل كورتيزون او حاجه كده رفض تماما، قال لي هي دي مجرد ادويه او مجرد حاجه ولا مش علاج نهائي، العلاج الوحيد ان هو لازم يتشال الورم. يتشال ازاي؟ عمليه خطيره، عمليه كبيره، قال لي هيبقى في خبير يجي هيشوفك ويعمل العمليه ديت، وهو اقدر واحد ان هو يقدر يعملها في الجلاء. ما كانش بس هي تكلفة العملية، هي تكلفة الأشعاعات، هي تكلفة ما بعد العملية، هي حد تبقى موثوق جدا جدا فيه ان هو ما يطلعهاش فيها اي حاجة بعد كده، لان الكل قال ان هي داخلة على الشلل، لان الجنب اليمين بتاعها اوريدي وقف، فهي داخلة على الشلل، داخلة على انها الجهاز التنفسي بتاعها يتلف، حاجات كتيرة قوي، وكلام كان متعب خالص. كل الحاجات دي كان لازم حد يبقى امين جدا، حد يبقى كويس جدا، حد يبقى اطمن عليه بنتي تخش العمليه، لان الكل بيحذرني من كل العمليه، فلو دخلت العمليه فلازم احس ان هي تطلع منها مش معاها طول عمرها ان شاء الله. بس وكانت كان الاستغاثه ان حد يلحقها بدكتور، مش عايزه اقولها لك كده، عظيم زي ما بيقولوا، او حد كبير، حد فاهم، حد عمل العمليه دي اكتر من مره عشان يقدر ينجيها يعني، او يطلع نجيها بعد ربنا ان شاء الله. ولتكن مشيته، وهو ربنا بيدبر كل الامور. وكانت العجائب زي ما بيقولوا، او كانت المعجزه في ان الرئيس السيسي يسمع او يتعاطف، وانا عارفه ان هو انسان جدا، اب جدا، حنين جدا، انا عارفه عنه كل الحاجات دي، بس السرعه كانت 9 ساعات او 10 ساعات، كان بيلبي النداء، والصبح الساعه 10 الصبح الاقي حد من الرئاسه بيقول لي بنتك في امان، يعني حاجه لا تعليق صراحه. مدام شيرين، حضراتكم من سكان القاهره ولا من سكان محافظه اخرى؟ القاهره مصر الجديده. هتتعاملوا مع النسق اللي تم تحديده، مستشفى وادي النيل، ومن بعد مستشفى وادي النيل خبير فرنسي في مستشفى الجلاء لاجراء الجراحه ان شاء الله. اول خطوه ستتخذ هتبقى امتى؟ انا رحت النهارده، ومن بكره هيتم لها الفحوصات والاشعاعات للتجهيز للعمليه باسرع وقت. العمليه الخبير الفرنسي هيكون في اول مارس، ده مظبوط؟ ده الميعاد اللي حدد للجراحه ولا لسه هو الميعاد؟ بص، هو اما يجي خبير من بره، هو ده اللي احنا سمعناه او فهمناه، اما هيجي لها خبير ليها هي في خلال 10 ايام، اما يبقى الخبير الفرنسي يجي يعملها كمان في وادي النيل. طيب العمليه ستتم لكن على فكرة مباشره، كانوا متاحين المستشفيتين يعني. لا، هو قال لي اما تروحي الجلاء اما تروحي وادي النيل، لكن هو كان اول كلام وادي النيل. تعامل حضرتك هيكون من خلال مستشفى الجلاء ولا من خلال مستشفى وادي النيل؟ من خلال مستشفى وادي النيل، والجراحه هتتم في نفس المستشفى. تمام. الخبير الفرنسي هيكون مطالب في البدايه ان هو يتابع الحاله ويطلع على الاشعاعات ويجري كشف قبل الجراحه. هو امبارح هو اتعرضت له كل، ان هو طلب مني كل الاشعاعات
والرنين والطايفي كله راح له، وهو ابتدى يقول الكلام بتاعه يعني، وهو اللي طلب ان في حاجات تانية تتعمل وفحوصات تانية تتعمل عشان تأهلها للعملية. الحالة النفسية او الحالة المعنوية لجانو عاملة ازاي؟ هي في مرحلة دراسية دقيقة، لكن هي الاهم طبعا الحالة الصحية، وضعها المعنوي عامل ازاي؟ هي بنوتة جميلة مؤمنة بربنا جدا جدا، وعارفة ان كل حاجة بمشيئته، وهي راضية بكل حاجة صراحة. هي قوية جدا، هي قوية قوية يعني. هل في اي تنسيق حاصل مع وزارة التربية والتعليم؟ هي داخلة مرحلة دقيقة على المستوى التعليمي. للأسف انا مش عارفة اضبط الدنيا خالص، مش عارفة يعني. لحد دلوقتي هي مستمرية في الدروس، لحد دلوقتي هي مستمرية في المذاكرة، بس الجنب اليمين بتاعها وقف. ايديها ما بتمسكش قلم، ما بتعرفش تمسك كوباية، ما اي حاجة بتقع من ايديها. الجنب اليمين بتاعها بسبب الورم وقف. هل في اي ومع خطوات؟ ومع ذلك انا لسه فضل. مكملة الثانوية عامة يعني. انا مكملة ثانوية عامة وهعمل الاستمارات، بس تاكل مشيئتك ان شاء الله. هتخش النتيجة ازاي؟ هتخش الامتحان ازاي؟ هتبقى محصلة قد ايه؟ انا ده مش عارفة. هي مسألة ابسط بطبيعة الحال من الاطمئنان على حالتها الصحية، لكن بالظبط كده ان شاء الله. في خطوات هتتاخد على المستوى العلاجي؟ هل في اي اجراءات محتاجين تعملوها تهيئة او تمهيدا لاجراء الجراحة، ولا مباشرة هتكون على تدخل؟ مش عايز اقولك ان احنا لما روحنا المستشفى النهاردة، الدكتور اللي هو مدير المستشفى دكتور حازم عبد المحسن، راجل قوي جدا بصراحة، راجل مقابلته استقباله سرعة. هي واحدة من أهم حاجة، من أهم مستشفيات الشرق الأوسط، صرح طبي وعلمي بامتياز مستشفى وادي النيل. ويعني هو حاسسك إن المكان ده بتاعك يعني، استقباله بشاشته كرمه كل حاجة بصراحة. هو راجل جميل جدا. جانو هتفضل مع حضراتكم في المنزل لحد توقيت اجراء الجراحه، ولا في توقيت قبلها هتتحرك على المستشفى؟ بص، لحد دلوقتي المفروض ان هي بكره هتبقى في المستشفى، يبتدي نعرف علامات كتيره. واعتقد ان هي عقبال ما تعمل التحاليل وتعمل الاشعات، لان هم شويه حلوين كده يعني، عقبال ما يجي نشوف هيجي الراجل الدكتور الالماني ولا هيتعمل اللي هو سورين، اي هم اي واحد فيهم قبليها. طبعا هي هتبقى مجهزه، هم هيدونا التعليمات واحنا هننفذ. طيب احنا اطمئننا على الحاله المعنويه لجانو، اسرتها هل ليها اشقاء، ليها اخوه؟ طبيعه الاجواء جوه البيت على المستوى النفسي؟ هي ليها اخت واحده بس اكبر منها في كليه اداب حلوان. الوضع المعنوي داخل البيت، انا لامس من حضرتك قدر من رباطه الجأش والهدوء في الكلام والقوه، كانت مرتبطه ب التطور اللي حصل بالاستجابه الرئاسيه، ولا حضرتك بتتعاملي مع الموقف بهذه الدرجه من القوه؟ هقول لك حاجه، احنا كده يمكن اول ما سمعنا الخبر كان الموضوع يعني متعب جدا جدا بالنسبه لك. يعني انت بتفقد حد من العيله، بتفقد حد من الاسره يعني. ربنا يسلمك. حاجه ما كناش سمعناها. انت الحياه ماشيه وتيره سهله ومفيش اي مشكله، وفجاه تسمع اللي انت كنت بتسمعه بره وفي مستشفيات والكلام ده، تسمع ان الحالات دي بقت في حضنك. فكانت بالنسبه لنا كلنا كانت صدمه يعني. الواحد لازم يبقى عارف ان انت في كوارث بتسمعها بره، لا 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 لا، دي في اي وقت بعد الشر عن كل الناس فجاه ممكن تلاقيها في حضنك. صحيح. ربنا يطمنكم عليها وينجيها ان شاء الله وتخرج معافاه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. انا هطلب الدعاوي، هو فعلا دعوات هي محتاجه دعوات كتير كتير كتير. شكرا جزيلا لحضرتك السيده شيرين محب حكيم، والده الطفله جانو اللي حظيت باستجابه رئاسيه لاجراء عمليه لاستئصال ورم من النخاع الشوكي. ربنا ينجيها ان شاء الله. شكرا جزيلا لها.